عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما على قناتكم قناة الشعب قناة شوف تي في. وهذه المرة غادي نقول لكم الأجواء بجنبات أكبر محطة ديال القطار تقريبا في المغرب، محطة القطار الميناء. وبالجنبات ديالها كاينين واحد الباعة اللي كيبيعوا مقيلات ديال الحوت، سواء كروفيت او البوزروك حسب الاختيار ديال الزبون. هاد المقيلات اللي كتلقى اقبال من الناس، سواء اللي خارجين من الملاهي الليليه وكيجيهم يعني باش يكون عندهم داك الرغبه في الاكل، يعني كيجيهم الجوع. كاين اللي كيتوجه للمجازر القديمه البطوار، وكاين اللي كيجي هنا ياكل هنا تاكل. الناس اللي كيبغيو الحوت كيجيو هنا كياكلوا الحوت. يعني كاين مقيلات بأثمنة مناسبة وسخان موجودين، يعني الساعة 5 ديال الصباح أو 6 ديال الصباح غادي تاخذ مقيلة سخونة موجودة نقية. هانتوما كتشوفوا، وكيلقاو حتى واحد الإقبال من طرف العدد الكبير ديال 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 البيضاويين. لكن اللي كي يتشير للاستغراب وكيخلي بنادم يطرح واحد السؤال، هو هذا الصوت الساخب، يعني الموسيقات اللي كيطلعوا اللي كيطلقوا، سواء اصحاب العربات اللي كيبيعوا هذا الكروفيت، سواء اصحاب السيارات اللي كيكونوا جايين من الملاهي الليليه وباقي داك الجو ديال النشاط باقي في راسهم وباقي في ودنيهم وكيكملوه داخل السياره. كيف قلنا كيكملوه داخل السيارة، كيطلقوا موسيقى يعني بواحد الصوت مرتفع كبير، أكيد غادي يزعجوا الناس اللي كاينين في هاد الفنادق الفاخرة اللي كاينة هنايا. لأن كتلقى إنسان مثلا جاي وشاد غرفة 1500 أو 2000 درهم أو 3000 درهم باش يبات في بلاصة آمنة أولا، وما كاينش الصداع، لان غادي تلقاه في الصباح عنده اجتماع ولا عنده عمل ولا هذا وجا للدار البيضاء باش يقضي ليله او جوج، وخصو واحد النوع ديال الهدوء. اذا به كيتفاجئ بان هاد الناس كيديروا واحد الشوشره وكيديروا واحد الفوضى في هاد الساعات المتاخره، في نفس الوقت اللي كيتلقى المقيلات موجودين بالنسبه للناس اللي عندهم رغبه انهم ياكلوا. راه في هذاك الوقت بالضبط كاين ازعاج الناس اخرين جالسين ناعسين او نزلاء ديال الفنادق المجاوره، وقدروا من يكونوا منهم سياح، يقدروا يكونوا منهم مغاربه من داخل او خارج ارض الوطن، يقدروا يكونوا منهم رجال اعمال، يقدروا يكونوا منهم عدد من الاشخاص اللي كيجيو كيقلبوا على الهدوء بالثمن، كيشريو الهدوء بالثمن داخل الغرف ديال الفنادق. إذا واش ما فكرتش مثلا مجلس المدينة ولا ما فكروش السلطات المحلية ولا المنتخبين أن هاد الناس يلقاو لهم واحد المحلات ديالهم فين يكونوا رسميين معروفين بلاصة مغلقة، غادي يجي السيد وغادي يحط في الباركينغ مثلا في مرأب ديال السيارات، يحط السيارة ديالو ويدخل ياكل في محلات ويخرج هو في أمان والناس في أمان والساكنة المجاورة في أمان، وحتى الناس اللي كيعبروا هاد الطريق في امان. لان بعض المرات كتوقع مناوشات هنا ولا كتوقع مشاجرات ما بين اشخاص لسبب او لاخر، او الوحده مع واحد ما تفاهموش، بغات تمشي ما بغاش يخليها، ناض لها حر كيقول لي طلق منها، كتوقع مشادات هنا وسط الشارع. وكنعرفوا بان الناس اللي كيرجعوا من عين الديب كيرجعوا بواحد السرعه فائقه، لان كيكونوا في حاله غير طبيعيه. اذا واش السلطات يعني المحلية ولا المنتخبين ولا مجلس المدينة ما كيفكرش أنه يلقى شي حل لهاد الناس قبل، يعني حل وقائي قبل ما توقع الكارثة شي نهار، وأن شي متهور ولا شي سيارة مجنونة ولا شي سائق متهور يرتكب شي مجزرة هنا، الله يستر، وهذا الشيء اللي ما بغيناش. إذا نتمنى أن هذه الرسالة عاوتاني توصل للسلطات المعنية، توصل
المنتخبين توصل لمجلس المدينه، توصل للسيد القائد ديال المنطقه، توصل الناس اللي مسؤولين على هذه البلاصه، ويلقاو حل لهاد الناس قبل ما توقع الكارثه. لان شكرا مشاهدينا الكرام، وبالنسبه للناس اللي كياكلوا هنا بالصحه والراحه، حضيو راسكم، هذا راه ماشي سوق، ماشي بلاصه امنه، راها شارع. كنشوفوا حتى ستاسيون مو انتم، حتى الركن ديال السياره راه ماشي قانوني. انتم كاينين سيارات اللي مركونين مع طوازيام بوزيسيون، يعني في الوضع الثالث ماشي حتى الثاني. كاين رصيف، وكاين الكروسه في الوضع الثاني السياره، وكاين سياره الاجره هي الوضع الثالث. يعني اذا بنادم خصو يرد البال قبل ما توقع الكارثه اللي نتمناوها ما توقعش باذن الله، ونتمناو المسؤولين او المنتخبين يلقاو حل لهاد الناس، حل وقائي قبل ما يكون حل من بعد ما توقع المشكله. اذن مره اخرى نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، وغادي نلتقيو في مباشر اخر بعد قليل. انتم دائما على قناتكم، قناه الشعب، قناه شوف تيفي. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.